بالقرب البنك المركزي. شوفوا المهزلة، شوفوا الأوساخ. تعرف هاي النفايات اللي ترمي مواد سامة بها. طيب. يعني حتى مواد مستشفيات، حيوانات ميتة جلكم الله، حتى أعضاء بشرية، يعني أصبع بشر، إيد مثلا، يعني وزارة والموقع أكدوا أنه الموقع ملوث 99%. هسه هاي بالنسبة نقول 99 يعني 100% ملوث. خلي يشوفها المسؤول، سيادة المسؤول، هاي بغداد، هاي الأوساخ، يعني الجمال، يعني الفن، تاريخ، تاريخ في هاي بغداد. أنا أناشد أمين بغداد وأمانة البلدية مال مدينة الصدر، والله ما أعرف شلون شنو نقول لكم، شنو نحكي ما ندري.